مناورات نووية روسية هي الأضخم منذ بداية الأزمة الأوكرانية، يشارك فيها 3000 جندي من مختلف القطاعات العسكرية بالإضافة إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية بجانب 300 قطعة عسكرية. المناورات تشمل أيضاً تدريبات على أنظمة صواريخ يارس النووية التي تم اختبارها للمرة الأولى عام 2007، وهي من المنظومات الصاروخية الاستراتيجية المزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات، تمتلك منها روسيا نحو 147 صاروخاً. صواريخ يارس تعمل بالوقود الصلب وتتميز برأس حربي شطاري، تنطلق منها 6 رؤوس نووية ذاتية التصويب بقوة تتراوح ما بين 550 و500 كيلوتون، يتم توجيهها عن طريق منظومة جلوناس للملاحة الفضائية، ويبلغ مداها 12000 كيلومتر، أما طولها فيصل إلى 23 متراً، وهي قادرة على التمويه والإفلات من أجهزة الدفاع الجوي. المناورات العسكرية الأحدث تأتي في أعقاب إعلان روسي لنشر ترسانة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، في خطوة تقول موسكو إنها رد على قرار بريطاني لتزويد كييف باليورانيوم المنضب. وتلوح موسكو منذ أكثر من عام بالورقة النووية، وتحذر من اللجوء لاستخدام الأسلحة كافة للدفاع عن الأراضي الروسية بما فيها النووي، تهديدات تقابل في كل مرة بتنديد أمريكي وغربي مما يصفونه بالخطاب النووي، ولكنهم في الوقت ذاته يقللون من احتمالات لجوئها للسلاح النووي.